ينضم إلينا من واشنطن بسام بربندي الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية. مرحبا بحضرتك. بداية، ما الذي يعني هذا الإقرار أو هذا الاعتراف من قبل الولايات المتحدة بمسألة أنها عجزت عن إبطاء تقدم الصين النووية أو المتعلق بهذا الجانب؟ شكرا للاستضافة ورمضان كريم. السبب الرئيسي لهذا أن في جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ والنواب لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع، وزارة الدفاع الأمريكية طلبت ميزانية تصل إلى حوالي 1000 مليار دولار للعام القادم، فهم عليهم أن يبرروا لماذا يريدون هذا المبلغ الضخم. 1000 مليار دولار هو رقم تاريخي حتى بمقاييس الأمريكية، هو 820 مليار دولار تقريبا 1000 مليار. فكان التبرير الرئيسي لهم بأن الصين تقوم بالنمو اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، أمنيا بشكل كبير. الصين أعلنت زيادة ثانية أو ثالثة اليوم على ميزانية الدفاع بنسبة 7%، مع أنه نظريا يبدو أن ميزانية الصين هي أقل من الميزانية الأمريكية، ولكن إذا أخذت مع راتب الجيش الأمريكي مع راتب الجيش الصيني نرى بأن الصين ممكن تكون ميزانيتها أكبر من الميزانية الأمريكية. هذا خطر حقيقي للولايات المتحدة. الصين تتوسع سياسيا، تتوسع عسكريا في كثير من المناطق التي يرى فيها العالم بأن الولايات المتحدة تتراجع فيها سياسيا واقتصاديا وأمنيا. فعمليا ما يقوله الوزير الدفاع الأمريكي فيه كثير من الصحة. طيب، يعني هو الأمر متعلق فقط بمسألة ميزانية الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية أم رسالة موجهة لبكين من الممكن أن تستقبلها بكين بطريقة مختلفة، أو حتى رسالة إلى الداخل الأمريكي بأنه لا ينبغي الوقوف أمام الصين في رغبتها في أنها تكون مثل القوى العالمية والدولية الموجودة حاليا؟ لا، أعتقد هي رسالة ولكن بالمفهوم العكسي بالنسبة للولايات المتحدة، بأن الصين دولة كبيرة وتنمو وتقوى. اليوم لديها 4 حاملات طائرات كبيرة، اليوم لديها قواعد عسكرية في جيبوتي، في الصين، في أكثر من مناطق في آسيا. هو يقول بأن الصين دولة ستهدد بشكل فعلي الهيمنة الأمريكية إذا قلناها، أو القوة الأمريكية المسيطرة على كثير من أجزاء العالم سياسيا، اقتصاديا، عسكريا. فإذا لم نتحرك الولايات المتحدة ونسبق الصين فبالتالي نحن سنخسر. عمليا هو رسالته هي جهاز رن أو يعني إنذار للداخل الأمريكي أكثر ما هو بالعكس، أكثر ما هو تسليم بالواقع الصيني. لذلك ترى مثلا بأنهم صرفوا بالميزانية الحالية أو المقترحة صرفوا حوالي 140 أو اقترحوا 140 مليار دولار في تطوير الأبحاث، في حوالي 100 مليار دولار لتطوير الصواريخ النووية والصواريخ العادية. تايوان يبيعونها أنواع من الصواريخ لم تكن تخطر على البال منذ سنين قليلة. ولكن هل تخشى أمريكا من القدرات النووية للصين والتطوير والرغبة من قبل الصين في 20 عاما القادمة كما قال مارك ميلي؟ هل هناك خشية؟ يعني هي تخشى من الجانب الاقتصادي، الاستثماري، التوسع في بعض المناطق والأسواق المختلفة في العالم، التكنولوجي أيضا، هناك خشية من كثير من المجالات، لكن فيما يتعلق بالقدرات النووية هل هناك خشية وقلق من الجانب الأمريكي؟ شوف، يعني الجميع يقول استخدام السلاح النووي هو مجنون، سيستخدم السلاح سيدمر العالم، فبالتالي لا يوجد أحد سيستخدم السلاح. ولكن بنفس الوقت يعتبر السلاح النووي هو القوة الرادعة الحقيقية لوجود حرب أو لمنع حرب. فبالتالي ما لديه القوة الأكبر لإيصال هذا السلاح النووي إلى الطرف الآخر سيكون لديه قوة ردع أكبر في أي حرب لا سمح الله مستقبلية بين أي مكان في العالم بين القوى النووية. فبالتالي ما لديه هذه القوة، لديه الصواريخ لنقل هذه القنابل أسرع من الثاني، سيكون عمليا أقوى منه في أي حرب ممكن أن تحدث. لهذا هنا يتكلمون كثيرا على يجب أن تكون للولايات المتحدة قوة نووية أكبر وقوة حاملة لهذه القنابل النووية تصل إلى الصين أسرع من أن الصين تصل إلى الولايات المتحدة. الفكرة. شكرا جزيلا لك بسام بربندي الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن. شكرا جزيلا لك.